إذن مؤتمر الحوار السوري في سوتشي رغم تعثره في بدايته إلى أن الأطراف المشاركة أصدرت بيانا ختاميا تضمن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري في التسوية السياسية والتي ترعاها الأمم المتحدة، ولم يتطرق البيان إلى تغيير النظام السياسي. بيان ختامي مشجع لمؤتمر سوتشي للحوار السوري بحسب مراقبين، حيث تضمن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري وفق القرار 2254. كما دعا البيان إلى العمل على بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس صلاحياته وفقا للدستور. وشهد المؤتمر بداية متعثرة بعد تأخره لمدة ساعتين عن موعد بدئه بسبب محاولة تهدئة الأجواء وحل الإشكاليات المختلفة التي أثيرت، وانتهت بانسحاب وفد المعارضة السورية القادم من أنقرة وتوكيله الوفد التركي بحمل مطالبه. رغم ذلك بدأ المؤتمر وألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أكد فيها أن هذا المؤتمر من شأنه توحيد أبناء الشعب السوري تحت راية واحدة، مع التأكيد على ملائمة الظروف الحالية لإنهاء تلك الأزمة. يمكن أن نقول بكل ثقة بأنه توجد الآن كل الظروف الملائمة لإنهاء هذه الصفحة المؤلمة في تاريخ الشعب السوري، والآن هناك حاجة ملحة في إقامة الحوار السوري الشامل في سبيل التسوية الشاملة للأزمة السورية. وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية، قلل المستشار السياسي للمبعوث الأممي إلى سوريا من تأثير رفض بعض الأطراف المشاركة على جدول أعمال المؤتمر. يعني رفضوا أن يشتركوا في أعماله، يعني في الحقيقة لن يؤثر في رأيي كثيرا على يعني الوثائق التي ستكون سيصادق عليها المؤتمر. الأمين العام للتيار الوطني الديمقراطي هيثم مناع دعا المعارضة للمواجهة وطرح ما لديها على طاولة المفاوضات. المهم أن نستطيع تفادي الانفجار، أن نبحث عن نقاط التقاطع نعززها قدر الإمكان، وأن تكون خلاصة المؤتمر قائمة على نقاط تقاطع بقناعة كاملة لكافة المشتركين، يعني بمعنى التوافق على ذلك. وشهد المؤتمر الإعلان عن هيئة لرئاسته ضمت 10 شخصيات من المعارضة وسط آمال من جانب كثيرين في أن يلبي سوتشي طموحات السوريين في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وإنهاء الأزمة المتواصلة منذ 7 سنوات. للمزيد معنا على الهواء مباشرة الدكتور حمدي عبد الحافظ الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حمدي أهلا بكم، مرحبا، وهنا سأناقش النقاط الخاصة بالبيان الختامي طبعا المنبثق من هذا المؤتمر. بالنسبة لتشكيل اللجنة الدستورية، كيف ترى هذا القرار وهذه اللجنة؟ ما هي الأسس التي سوف سيتم اختيار طبعا الأعضاء داخل هذه اللجنة، وكيف سيتم تناول فكرة صلاحيات رئيس السوري وكذلك البرلمان وصلاحياتهما إلى ذلك؟ مساء الخير. أولا الحقيقة مؤتمر سوتشي اليوم يعد من أهم وأنجح اللقاءات السورية التي تمت خلال السنوات الماضية لإيجاد أزمة، لإيجاد حل للأزمة أو للحرب السورية الطاحنة التي أنهكت كل الأطراف حكومة ومعارضة ومن باب أولى الشعب السوري الذي شرد أبناؤه خلال سنوات الحرب 7. ما تمخض عنه اللقاء اليوم في سوتشي لا يمكن عزله عن المحاولات السابقة التي جرت في أستانا وفي موسكو 1 وموسكو 2 ولقاءات جنيف. أيضا أكد المشاركون في المؤتمر على أن مؤتمر سوتشي لن يكون بديل عن جنيف، بل وجاءت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركين في المؤتمر لتأكيد هذا المغزى، الأمر الذي يعني أدى إلى شعور العديد من الأطراف الدولية خاصة فرنسا ودول أخرى إلى الارتياح بعد أن خشيت من أن يكون مؤتمر سوتشي
قد خطف التسوية السورية بعيدا عن المسار الدولي وبعيدا عن القرار الأممي 22-54. فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية أو لجنة إعداد الدستور، شهد المؤتمر اليوم نقاشات مطولة، وبدأ الحديث عن لجنة تضم 10 ثم 50 ثم 58، وارتفع العدد إلى ما يزيد عن 250 عضوا. ومع ذلك يعني ترك المؤتمر الأمر مفتوحا للمبعوث الدولي دمستورة في أن يضيف وأن يحذف من قائمة المرشحين لهذه اللجنة نظرا لأهمية هذا العمل. فالدستور هو ميثاق العمل الوطني لسوريا المستقبل. الحقيقة يعني مشاركة أكثر من 1500 مندوب سوري في هذا المؤتمر أتاح لي لأوسع تمثيل تحقق طوال الفترة الماضية. كل المحافظات حتى الجغرافية، التقسيم الجغرافي كان ممثل، طيب الأقليات القومية والعرقية والدينية كانت ممثلة. ما صحة أن يترأس دمستورة المبعوث الأممي هذه اللجنة الدستورية طبعا المنوط بها أن تقوم بتعديل الدستور أو تكون دستور من جديد، وأهمية أن يترأس دمستورة هذه اللجنة لتعطي بعض من يعني الشفافية والنزاهة والطمأنينة للمعارضة بأن هناك تمثيل أممي في هذه اللجنة؟ بالتأكيد ترأس دمستورة لهذه اللجنة يضفي عليها شرعية دولية ويطمئن العديد من أطراف النزاع السوري. وهذا ما تمثل حتى اليوم لدى انسحاب مجموعة اسطنبول، فلا يمكن وصف عدم مشاركتها بالانسحاب الكامل، حيث فوضت عنها الوفد التركي لتمثيلها في المؤتمر وعرض وجهة نظرها. ما يدور الحديث عنه هو التشكيل أو إعداد دستور جديد لسوريا المستقبل. ويعني المناقشات التي جرت اليوم تناولت وتطرقت للعديد من القضايا الحساسة والمهمة، ورغم عدم الاتفاق عليها لكن بشكل كامل، لكن ما تؤكده مباحثات اليوم يشير إلى أن كافة الأطراف قد أنهكت من حرب السبع سنوات السابقة. كافة الأطراف لديها رغبة حقيقية في التوصل لتسوية جادة لهذه الحرب الأهلية المدمرة. دكتور حمدي، هنا يعني لكي يكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع وانعكاس لهذه التوصيات لابد من اقتناع جميع الأطراف بهذه التوصيات. هنا أتحدث عن المعارضة المسلحة بين قوسين، كيف ستستوعب المعارضة المسلحة التي لم تتواجد في هذا المؤتمر هذه التوصيات، وخصوصا بند يعني الجيش السوري وأنه هو المنوط الوحيد لمحاربة الإرهاب وحمل السلاح؟ يعني ما أعتقدش مؤتمر سوتشي كان يسعده أو يزيد من قيمته مشاركة هذه المنظمات الإرهابية وهذه التنظيمات المسلحة التي أثبت الواقع وأثبتت الأيام أنها لها أجندات خارجية لا تبغي مصلحة الشعب السوري بالدرجة الأولى. وأعتقد أن هزيمة هذه المنظمات في الحرب هي ما أهلت للقاء سوتشي، أهلت النجاح للقاء سوتشي، أو كما يقولون السياسة هي الحرب بوسائل أخرى. فبالفعل ما تم إنجازه من انتصارات كبيرة على قوى التطرف وقوى الإرهاب في أرض الواقع انعكس على مؤتمر سوتشي، وأعتقد أنه سوف ينعكس أكثر فأكثر وتظهر نتائجه أكثر فأكثر في اللقاءات القادمة في جنيف. طيب دكتور هذا حمدي، ما أعرب أنت عنه. ذكرت أن الجانب الروسي في هذا المؤتمر أكد وأعطى
الضمانة بأن هذا المؤتمر لن يكون منفصلا عن المؤتمرات السابقة الخاصة بالتسوية أو تسوية الأزمة السورية، وهنا أتحدث عن جنيف. إذا لماذا الدول الغربية والمتمثلة تحديدا في الولايات المتحدة وفرنسا دائما ما تتهم روسيا بأنها تسعى لأن تجعل مؤتمر سوتشي هو المنصة الرئيسية بعيدا عن جنيف؟ يعني لابد هنا من التمييز بين موقف الولايات المتحدة وفرنسا لكل منهما يعني أسبابه ومبرراته. الولايات المتحدة الآن في ظل رئاسة ترامب يعني لجأت إلى تصعيد غير مبرر في العلاقة مع روسيا، وهذا ما رد عليه الرئيس الروسي اليوم عندما افتتح حملته الانتخابية وشن هجوما شديدا على السياسة الأمريكية وعلى التقرير ما يسمى بتقرير موسكو الذي صدر مؤخرا عن البيت الأبيض، ووضع روسيا جنبا إلى جنب مع إيران وكوريا الشمالية من ضمن المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأمريكي. بالنسبة لفرنسا يبدو الأمر وأن هناك تخوفات فرنسية من تغول الدور الروسي ويعني تجاهل المجتمع الدولي أو القرارات الدولية، أعتقد ممكن وصفه ببعض الغيرة الدولية أو ما شبه ذلك، لكن كانت رسالة الرئيس الروسي واضحة، وأعتقد يعني استجابة المشاركين في المؤتمر والذي مثل بأوسع تمثيل للمعارضة في الداخل والخارج أكدت يعني عدم تخوفها من استجابة روسيا، وأكدت أن اللحظة مواتية بالفعل لانطلاق. وراء المشاركون أن مؤتمر اليوم جاء ومثل دفعة قوية للتسوية. طيب دكتور حمدي، هنا بالطبع وفقا لحديث حضرتك تتداخل المصالح الدولية في هذه الأزمة، ومع هذا التداخل هل يمكن لمؤتمر جنيف أن يقوم بالأخذ بتوصيات مؤتمر سوتشي والحديث عن هذه التوصيات والأخذ الاعتبار بها في الفترة المقبلة، حتى لا يكون هناك انفصال بين وجود عدد من المؤتمرات التي لا تتداخل مع بعضها البعض تقوم بتناول هذه المؤتمرات؟ لا أعتقد أن يكون هناك إزواجية في التعامل مع الأزمة السورية. الحقيقة كل الأطراف مرهقة وكل الأطراف لا مصلحة بعد هذه الحرب المدمرة في التوصل لتسوية يعني عاجلة وشاملة لهذا النزاع، لذلك يعني أتصور أن بسهولة جدا من المفترض ومن المقرر أن يعود مسار التسوية السورية إلى جنيف وأن تتواصل. يعني ماذا ما هو الجديد؟ كل الأطراف كانت ممثلة اليوم والكل مجمع على أن استكمال الحوار في جنيف مهم وأن المظلة الدولية مهمة، لذلك لم تكن هناك أصوات نشاز تقول أنه تم الانحراف بمسار التسوية، أن الجانب الروسي يريد الاستحواذ. بالطبيعة الأمر الروس شاركوا بشكل واضح وفعال في الحرب على الإرهاب وشاركوا في إلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية، ومن ثم أراد الرئيس الروسي أن يعني يشارك بجهد خاص في دعوة كل أطراف الطيف السوري، ومن هنا جاء هذا الإجماع وهذه المشاركة الواسعة التي لم تتحقق من بعد لا في جنيف ولا في أستانا رغم الغطاء الدولي الذي كان موجودا لهذه اللقاءات. شكرا جزيلا لك الدكتور حمدي عبد الحافظ الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الآن فاصل قصير، المزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل.